اسمحوا لي بقى ان انا اقول ان انا اشتغلت مع الراجل ده يا روح من هو انا يلا مبروك علينا عايزين نفرح ربنا يخليكم لبعض يا استاذ ربنا يخليكم لبعض انا اشتغلت مع الراجل ده 9 سنين وعايز اقولها نضج فني طبعا احترام خبره وانا فخور اني اشتغلت معاه طبعا يلا يا جماعه فركش يلا قرينا خد صوره يا جماعه